السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي، برنامج بلديات الذي من خلاله سنتجول عبر بلديات ليبيا في هذه الأخبار الساخنة. وبداية نبدأ مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، حيث قال إن الوضع الوبائي يتطور بشكل خطير. النجار وفي تصريح للتناصح أكد أن الحالات تزداد بشكل ملحوظ في طرابلس ومصراتة والجنوب، مضيفا أن هذا الفيروس فيروس كورونا ينتشر بشكل واسع في أبو سليم وسوق الجمعة وكذلك حي الأندلس وغوط الشعال حسب قوله. وفي نفس السياق بيّن مدير المركز أن إجراءات القفل التام والحظر لم تعد تجدي نفعا، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحل الأنسب لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. في بلدية عين زارة مشاهدينا، قامت البلدية بالتعاون مع أهالي وشباب منطقة عين زارة بالتجول داخل البلدية، وقامت بتوزيع عدد كبير من الكمامات بقرابة 18,000 كمامة. وقد قاموا كذلك بالرش في المناطق التي فيها ازدحام، وخاصة في ظل الظروف التي يتزايد فيها الأعداد بالبلدية وفي بلدية طرابلس بالعموم. كما أكدت أن على الجميع أن يأخذوا بالحيطة والحذر وأن يتقيدوا بما جاء في التعليمات حفاظا على سلامة الجميع. فند الناطق باسم لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي الاثنين في إيجاز صحفي ما تم تداوله بخصوص السيطرة على تفشي فيروس كورونا بالجنوب بعد تراجع عدد الإصابات، عازيا تناقص تسجيل الإصابات مؤخرا إلى قلة المشغلات الخاصة بهذا الفحص على فيروس كورونا. كثير تداول خبر إعلان السيطرة عن الوباء في المنطقة الجنوبية، ووفقا للتواصل مع مدير فرع سبها للمركز الوطني في المنطقة الجنوبية أفاد بأن عدد العينات التي تم فحصها كان قليل جدا بسبب قلة المشغلات، ولكن اليوم مساء تم استلام 5,000 مشغل. سيتم بإذن الله من يوم الغد فحص أكبر عدد ممكن من العينات وإعطاء الأرقام الجديدة بالنسبة للمنطقة الجنوبية. إلى مصراتة، حيث قامت دوريات من جهاز الحرس البلدي مصراتة بحملة تفتيش على المستشفيات والمصحات والعيادات الخاصة والعامة داخل نطاق مصراتة. وأوضح الجهاز أن الحملة شملت متابعة النظافة العامة والكشف على الشهادات الصحية للعاملين وإذن مزاولة المهنة والتراخيص، بالإضافة إلى تفتيش الصيدليات والكشف كذلك عن تاريخ صلاحية الأدوية والكشف كذلك عن مختبرات التحاليل الطبية. قامت لجنة الطوارئ ببلدية بني وليد، بل حذرت هذه اللجنة أصحاب مقاهي الشيشة من خطورة التقارب الاجتماعي والازدحام الذي يحصل بهذه المقاهي، وأبدت استغرابها من هذه الأفعال مؤكدة أنها غير مسؤولة عن هذه التصرفات التي ستسهم بالتأكيد في زيادة انتشار وتفشي الوباء بالمدينة. كما تحذر اللجنة أيضا أصحاب هذه المقاهي، مقاهي الأرجيلة، من الملاحقة القانونية التي ستطالهم لمخالفتهم للقانون وعدم التزامهم بالتعليمات الواردة بخصوص مكافحة كورونا. وطلبت اللجنة كذلك طلبت الأجهزة الأمنية وطلبت الحرس البلدي بأن يمارسوا عملهم، وطلبتهم بعدم التعاون مع هؤلاء. كشف رئيس غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة الدكتور خالد المغبوب، كشف عن السبب وراء زيادة أعداد الإصابة بكورونا المستجد في البلدية، وذلك إلى حضور الأعراس والمآثم، موضحا أنه سبق أن حذرت البلدية كثيرا من عقد المآثم والتي تتسبب في تعريض العشرات إلى خطر الإصابة بهذا الفيروس. أهم مشكلة عندنا في بلدية سوق الجمعة واللي تسبب في زيادة الحالات هي المناسبات الاجتماعية، خصوصا المآثم.
وضحنا عدة مرات أن موضوع المآتم هو السبب الرئيسي لانتشار الفيروس في البلدية، ولكن هناك إصرار من البعض على إقامة هذه المآتم، وهذا في الواقع وضع غير مقبول ولا يمكن تبريره. يجب عدم إقامة المآتم، ويجب تبليغ الناس أن عزائهم مقبول عن بعد، وهذا ما يقوم به الشخص العاقل اللي يتحمل مسؤولية الآخرين ويهتم بسلامتهم. أما الشخص الآخر الذي لا يتحمل هذه المسؤولية ولا يهتم بسلامة الآخرين ويريد من الجميع أن يحضر شخصيا لعزائه في البيت، هذا في الواقع شخص يجب يجامل، وحتى لو لام وحرج وغيره بإذن الله يولي ويرضى. الأمور الآن ما تحملش المجاملات الزائدة. أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة كورونا غريان تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بهذا الفيروس، وذكرت اللجنة أن من بين الحالات المسجلة حالتين صفرية و13 حالة مخالطة، مبينة أن الوضع الصحي للحالات مستقر وغير خطير بحسب هذه اللجنة. معنا عبر الهاتف الدكتورة إيناس الحضيري، رئيس قسم الهندسة الوراثية بمركز البحوث أو بحوث التقنيات الحيوية. بداية مرحبا بك دكتورة معنا في بلديات. أهلا وسهلا بكم وشكرا على قناة التناصح لهذه الفرصة. بداية دكتورة، لو تحدثين عن دور المركز في التقليل ومحاربة هذه الجائحة، جائحة كورونا. بساهم المركز بحث التقنيات الحيوية في مكافحة جائحة فيروس كورونا في ليبيا، قامت إدارة المركز بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية من تاريخ 25/3/2020 من أجل المساعدة في تشخيص الحالات مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمراكز المتخصصة الأخرى في ليبيا، نظرا لما يمتلكه المركز من خبرات في مجال تقنية البي سي آر واستخلاص الحمض النووي وكذلك الهندسة الوراثية بشكل عام، كذلك وجود موارد بشرية متمثلة كاد البحث كبير من البحاث المؤهلين والمتجددين على مختلف التقنيات. ومجرد تشكيل اللجنة قمنا بتجهيز المعامل، معامل المركز لتكون في مستوى عالي من السلامة الحيوية لمنع إصابة العاملين في المعمل وكذلك الحفاظ على جودة العينات. حاليا قام الفريق بالمركز بتحاليل ما لا يقل عن حوالي وصلنا لي 10,000 عينة حتى الآن. وكذلك فريق الكشف كان رائد في تدريب الكوادر على تقنية تفاعل البرمجة المتسلسل الآن اللي هو RT-PCR، وساهموا في توطين التقنية في عدة مدن في ليبيا، منها مدينة سبها وزريتن والزاوية والزنزان وبراتا وبريان ومصراتا وسرهون، ويقوم بتدريب كوادر أخرى في براتا الشاطي الجنوب كذلك في سرك وشفرة في الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى. كذلك نحن أيضا مهتمين بتجهيز معامل الـ PCR في عدة مدن ليبية في الشرق في الوسط وكذلك في الجنوب بالإضافة للتجهيز. طيب دكتورة، هنا سؤالي لك، يعني وأنت تكلمت عن هذا الموضوع، ولكن للتأكيد، يعني هل ثمت برامج تدريب لكوادر عن طريق هذا المركز؟ نعم جربنا في أول ما قمنا بالتدريب لما صارت الجائحة والبؤرة في مدينة سبها من شركة سبها من مجموعة أنا وزميلي الدكتور أحمد، جربنا فريق مركز كفحة أمراض هنا وأيضا فريق من مركز سبها الطبي، وقبلها كانوا معنا أصلا أربعة من سبها جولي طرابلس في مركز التقنية الحيوية، قمنا بتدريبهم ومشينا معاهم وكملنا تدريب عناصر أخرى مش أقل من 10 كفاءات، وجربوا حاليا هم اللي يقوموا بالتشخيص اللي بنسبها. كذلك جربنا في زميلي كان عندهم يعني معلمين وأطباء متخصصين ويشتغلوا، ولكن كانوا يحتاجوا إلى دفعة للثقة في تحديد البيانات. وأعطيناهم دورة تجريبية والآن هم اللي يشخصوا في الحالات في زميلي. في الزاوية كذلك نفس الشيء، جولة طرابلس هو اللي استخدمنا وجربناهم. في الزنزان نفس القصة، في سبراتا وفي غليان وفي مصراتا وترهونة. بالنسبة لغليان وترهونة بس ما زال ينقصهم تجهيز معانا، يعني احنا كملنا التدريب فقط في الأسبوعين في الأسبوع، ترهونة كملوا أمس التدريب وغليان كملوا من حوالي أسبوع، ولكن ينتظروا وصول تجهيزات المعامل حتى يقدروا إذا شفوا عملية التشغيل. وإن شاء الله في براكة هي قاعدين يجهزوهم، يعني قمنا بعمل طلبية كبيرة لتجهيز جميع المعامل اللي تحتاج إلى تقنية الـ PCR.
لان في بعض المناطق في ليبيا طبعا صعب عليها الوصول الى مدينه، الى اقرب مدينه لها بعيد انك تمشي مثلا في جنوب الشاطئ يضطر يمشي سبها. نبغى نحطه حتى في بنزبيه في الجنوب، بنزبيه بعيده عن سبها والطريق احيانا حتى تكون يعني يا اما غير امنه او طريق يعني مش جيده يعني مش ملحم كثره او حاجه. طيب فلازم يكون عندهم هم الامكانيه ان هم يقوموا بعمليه التشخيص بنفس مناطق الشرق حتى هي الكثير من المعامل غير مجهزه ومحتاجه الى تجهيزات. الوسط كذلك منطقه سرت في سرت في الجفره كلها ما عندهمش اي كفاءات تشتغل على البي سي ار، مع ان عندهم متخصصين ولو في جامعات خارج ليبيا واخذين شهادات الدكتوراه، ولكنهم يعني بس ما عندهمش الاجهزه، هم محتاجين الى اجهزه ومحتاجين لهم حد يدربهم، بس لان الفيروس هذا جديد ممكن مشتغلين على التقنيه هذه لكن في مجالات اخرى، ونحن نجربه في الناس حتى اللي اوريدي هي مشتغله من قبل حتى حاطط شهاده الدكتوراه، ولكن هم بس يحتاجوا الى دفعه، محتاجين ان هم يقوموا بالعمل في مجال التشخيص عن الفيروس. طيب دكتورة إيناس، سنأتي كذلك على ذكر بعض الصعوبات الأخرى التي ربما تواجهكم في تجهيز المعامل، لكن قبل أن أسألك عن الصعوبات يعني أنا أريد أن أسألك عن الجهات التي تتعامل معكم وتقدم لكم مساعدات أو تسهيلات في مجال العمل، يعني لو تحدثين عن هذه الجهات. نحن نتلقى في دعم بعد المركز القضائي اتفاقية مع وزارة الصحة ونتبع في دعم من وزارة الصحة، يعني هنا التبعية لوزارة الصحة دكتورة؟ نحن نتبع وزارة التعليم، وزارة التعليم حتى هي تدعم فينا. نعم. ووزارة الصحة هي تدعم فينا فيما يتعلق بالجائحة وبموجب الاتفاقية قمنا بتدريب كل هذه العناصر على تقنية البي سي ار وبموجبها نحن نجهز هذه المعامل. يعني الآن أنتم دكتورة تتبعون وزارة التعليم إداريا، ولكن هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الصحة. عن طريق وزارة التعليم هي اللي قامت بمخاطبة وزارة الصحة بأن نحن لدينا إمكانات هي كبيرة وبحاث وخبراء وكذا بحث كبير وفني، وهم يستطيعوا أنهم يساعدوا ليس فقط في التشخيص، يستطيعوا يساعدوا حتى في تدريب الكوادر. ونحن تلقينا تكليف من المركز الوطني لمكافحة الأمراض من بداية الجائحة بأن احنا نساعدهم في التشخيص، وبناء عليه نحن قمنا بالمساعدة في تشخيص الحالة. طيب كلمة أخيرة دكتورة لو تريدين الإضافة أو ذكر بعض الصعوبات مثلا التي تواجهكم. الصعوبات أكثرها طبعا الآن بعد الجائحة زاد حجمها، فأصبحت العينات طبعا كبيرة جدا، وفي اليوم الواحد يجينا ممكن 1500 الى 1700 عينه يوميا. فبس يعني ان مرات نبغى الناس تصبر شويه لان هذا ياخذ تقنيه البي سي ار تاخذ بعض الوقت، فالنتيجه مش حتطلع في يوم واحد، ممكن تحتاج الى يومين الى 6 ايام، ولكن حاله الطارئه نشتغلوها في غضون ساعات حتى يعني لا نطيل على المرضى اللي هم يستنوا في. طيب. وبالنسبه للصعوبات الاخرى تجهيز المعامل اغلبها غير مجهزه. وفي معامل اصلا لا يعني للاسف يعني سواء المعامل اللي هي في فروع المركز الوطني. نعم. او معامل في الكليات ولا في حتى المستشفيات ما فيهاش حتى اساسيات، بعض منها حتى اساسيات. نعم. المعامل موجوده، وذلك التجهيز مش بس يجيبوا جهاز بي سي ار، ولكن جهاز بي سي ار ومعاه حاجه اسمها غرفه عزل امن، هذه ضروري. طيب دكتوره هل يعني رسلتم الجهات المختصه بهذا النقص؟ يعني هل تقدمتم بمقترحات؟ نعم قدمنا ليس بس بخطة، هناك خطة نشتغل عليها، وفي نفس الوقت في طلبية الآن ننتظرها، عملنا تجهيز يعني طلبية فيها كل التفاصيل بماذا يتطلب تجهيز معمل في كل مدينة احنا نبغى نسويها بمعمل، كتبنا طلبية واشتغلناها، والآن إن شاء الله حتجي الطلبية الأسبوع القادم بإذن الله، فحتسهل الأمور. ولكن نحكي لك إن حاليا هذا أحد الصعوبات، مش فقط نقص في جهاز البي سي آر، يعني هناك عدة أشياء أخرى مهمة جدا حتى يقدروا يستمروا في العمل. طيب دكتورة إيناس لحضيري، نتمنى لك التوفيق ولزملائك يعني كنت معنا، ونشكرك على هذه المداخلة. دكتورة إيناس لحضيري رئيس قسم الهندسة الوراثية، مشكورة جدا على وجودك معنا. قام مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية بتوضيح حول كميات العصير بيكس المصري المنشأ الذي لا يطابق المواصفات والاشتراطات الصحية وإجراء التحليل عليه، والتي أظهرت عدم صلاحية استهلاكه بشريا. هذه الكريمية هي عبارة عن سلة ليبيا للغذاء،
هذه أغلب ليبيا تسترزق منها. إحنا شدينا معها سيارات ماشيات للدوون، سيارات ماشيات لسبها، سيارات ماشيات للمنطقة الشرقية لمصراتة. أنت لما تجيك سيارة تهريب من المنطقة الشرقية معقولة؟ ما فيش بوابات، ما فيش أي استيقاف لها لتوصل للكريمية، بارك الله بالشباب اللي استقفوها واخدوا معها أجراتها وسحبوا عن طريق الحرس البلدي عينات باش نعرفوا أن هذه غير مطابقة للمواصفات. قاطعة حوالي 1500 كيلو متر، ما فيش لها إيقاف أي جهة. يا راجل شو موقف؟ وقفت قالك في بوادي اللي يتبعوا فيها الناس، وبارك الله في الخيار والخيار الناس هذوما اللي بلغت واللي قالت أن السيارة هي كذا كذا كذا. يعني أنت 1500 كيلو متر لتوصل لطرابلس باش أن يستوقفوها للحرس البلدي حولها لينا احنا للمعمل وتطلع غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري، هذا شنو؟ جيت هكا الشامية تمسحها الصلاحية بتاعها تتنحى نتيجة شنو كان؟ معلش هذا طبعا هذا شنو كان؟ سوء نقل لأن الجهات بالأخير الجهات اللي ذات علاقة لما ما تأديش وظيفتها بأكمل وجه الجهات المصنعة حتكون مستهزئة بصحة المواطن لأن يهمها نفى مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها الدكتور عبد الحميد الفاخري نفى السيطرة على تفشي وباء كورونا في المدينة، مؤكدا أن ما تردد في هذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. وأوضح الفاخري في تصريحات صحفية أن السبب في نقص أعداد حالات الإصابة المعلنة ليومين في سبها خلال الأيام الأخيرة يعود إلى نقص المشغلات الخاصة بالتحاليل لدى المركز، منوها إلى أن كمية المشغلات في طريقها إلى فرع المركز في سبها. هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بسيطرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها على انتشار فيروس كورونا في المدينة. قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية جنزور بجولة تفتيشية استهدفت بعض الأسواق الغذائية في البلدية، كما أعطيت بعض الملاحظات لأصحاب المحال التجارية من ناحية عدم وجود شهائد صحية لكل العاملين وعدم وجود برنامج لمكافحة الأفات، موضحة أن الأسواق التي تم فحصها هي بحالة جيدة بالعموم وستستمر في مزاولة نشاطها مع المتابعة من قبل مفتشي المكتب بشكل دوري ومتواصل. سعى المجلس البلدي سبها على توفير مادة وقود الديزل للمخابز العاملة داخل نطاق البلدية وتوزيعها بمعرفة وتعاون مراقبة اقتصاد سبها واتحاد نقابات عمال ليبيا ونقابة المخابز بالبلدية، وسيكون التوفير بكميات تصل إلى 1000 لتر شهريا، وذلك لضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين والسكان في سبها. ومن سبها إلى غريان، حيث قام أحد أبناء مدينة غريان بإطلاق حملة طلاء ورسم على الجدران، وذلك في إطار إظهار المدينة بمظهر جمالي رائع. قام المجلس البلدي مسلات الأحد بحفر وتشغيل بئر مياه بمنطقة الغرارات بالمدينة، وسيتم تجهيز البئر خلال الفترة القادمة ليصبح صالحا للاستعمال. ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي ينفذها المجلس البلدي مسلات لحل المختنقات المائية داخل البلدية. عزى مشرف قاطع سدادة بمنظومة النهر الصناعي محمد سهل عزى السبب عدم وصول المياه إلى مدينة زليطن في الموعد الذي أعلن مسبقا إلى مشكلات فنية حدثت خلال تشغيل صمامات التدفق، ما تطلب إقفال الصمام الشرقي لإتمام عمليات الصيانة. وأكد سهل فتح الصمام من جديد على أن تصل المياه خلال فترة وجيزة إلى البلدية إن استمرت عملية التشغيل دون أعطال فنية، وذلك بحسب المكتب الإعلامي لبلدية زليطن. بلدية ترهونة تعقد اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس التسييري للبلدية، وذلك لمناقشة آلية سير العمل
والإشكاليات العالقة التي تعانيها بعض القطاعات في المدينة، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري وكذلك مديري القطاعات. وقد طرح مدير المؤسسات طرحوا الخطط المستقبلية وطرق تطويرها والنهوض بها، كما تناقشوا أيضا على كيفية التعاون فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل البلدية. عقد عميد بلدية أبو سليم اجتماعا مع عدد من المسؤولين على دوائر توزيع في الشركة العامة، وذلك في إطار المساعي المتواصلة من قبل البلدية لحلحلة المشاكل المتعلقة بالشبكة الكهربائية. وقد ناقشوا عددا من المشاكل والعراقيل التي تواجههم، وفي مقدمتها إعادة تأهيل وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة جراء العدوان على العاصمة طرابلس. أعلنت بلدية أبو سليم أن حديقة الحيوان أعلنت الحديقة نفسها عبر صفحتها الرسمية الأحد بدأها في إعادة تأهيل وصيانة حديقة الحيوان لاستقبال الزوار من جديد، ويأتي ذلك بعد إغلاق استمر لأكثر من 10 سنوات، مقدمة الشكر والتقدير لمجلس أبو سليم البلدي ورجال الأمن المركزي على تعاونهم ومجهوداتهم. إذن مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار البلديات، حيث تجولنا في عدة بلديات ومدن في ليبيا الحبيبة. ملتقانا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.